بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه وإخوانه. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. فرح أيما فرح أن أقبل هذه الاستضافة الكريمة المباركة من هذا القطاع الحيوي الناهض بحمد الله، الذي تفرح إنجازاته المتتالية والمستمرة، تفرح القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويجعلها خالصة لوجه الله الكريم، وأن ينفع بها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، نحن بصدد الموضوع الذي اخترتموه، موضوع مهم جدا وموضوع كبير في نفس الوقت، وقد رأيتم كيف أن هذا التأطير النظري الذي تفضلت أختنا الكريمة بعرضه، وحاولت أن تختصر أقصى ما يمكن، ولكن مع ذلك يثار نظري. لماذا؟ لأن الموضوع مشترك بين اتجاهات فكرية مختلفة، ثم هو موضوع حاضر في فكر الإنسان القديم والمعاصر، وحاضر أيضا في التجارب البشرية الحالية بقوة وكثافة. ولكن ما يهمنا نحن هو القصد، ليس الغرض هو الطرف الفكري، ولكن أن نقتبس من الموضوع ونناقش الموضوع بما يسهم في الدفع وتطوير عملنا ودعوتنا. لا شك أيها الأحباب أن لنا جميعا في جماعتنا المباركة، كل مؤسسات الجماعة لها حظ مما نطرح الآن من الحضور في المجتمع. وبطبيعة الحال المصطلحات والمفاهيم أنتم تعلمون بأن التعامل معها يجب أن يتم بنوع من الحذر، لأنها أنبتت في بيئة غير بيئتنا، وتأسست في سياق تاريخي وفكري ونفسي غير سياقنا، وبالتالي هذا يحتاج منا إلى نوع من الحذر. ولكن المقام ليس مقام التأصيل والتأتيل، إنما هو مقام المناقشة وطرح أرضية للنقاش. مع ذلك هذا أمر يجب التنبيه له. لماذا اخترت هذا العنوان؟ نحو انخراط فاعل ومقاوم في العمل المجتمعي المدني مجتمعي، لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى الغرض هو العمل وسط المجتمع ومع الأمة ومع الشعب. انخراط، كان يمكن أن أقول مشاركة، والمقصود بالانخراط هو بذل الوسع والجد والتشمير. المشاركة قد يفهم منها عادة المساهمة بشيء ما، وبالتالي الاستقالة على بذل هذا الجهد الوسع، بينما الانخراط المقصود به هو بذل الوسع، بذل الجهد والانخراط الجاد. الفاعل باعتبار أن الأمة أكثر ما تعانيه الآن هو الكسل والهامشية الفعل والتأثير، فنحن يجب أن نتحلى بهذه الصفة الجهادية المباركة الميمونة، وهو الفعل المؤثر المغير بقدر الله عز وجل للأحوال والأنفس وللعلاقات في الواقع. ثم المقاوم، حين نتحدث عن الفعل في المجتمع نتحدث عن مجالات واسعة جدا، وجماعتنا ليست هي الجماعة الوحيدة المكلفة بأن تفعل في المجتمع، حتى في الصف الإسلامي وفي صف العاملين لنصرة الإسلام نحن مع آخرين، ولكن يجب أن يكون عملنا متميزا وقاصدا. لأجل ذلك من خلال تشخيصنا لواقع المسلمين نعلم أن عملنا الآن في هذه المرحلة يجب أن يتصف بهذه الصفة المقاومة، أن يقاوم ما تجهد أنظمة الاستبداد على بته في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليأس، وهو الفكر الهزيمة، تربية الهزيمة، نفسية الهزيمة، مقاومة التهميش، مقاومة إنكار إمكانية التأثير والفعل. فإذا فعلنا يجب أن يكون، أو انخراطنا يجب أن يكون فاعلا، من له أثر في الواقع، وهذا الأثر يجب أن نلمسه، ويجب أن نحس بتطوره وتصاعده
وكونه قاصدا نحو غاية مرسومة ومعلومة في أذهاننا ونعرفها جيدا، ثم يجب أن يكون مقاوما، وبهذا نتميز عن غيرنا ممن يسهم في هذا الوضع، من يكون عمله هو لتثبيت هذا الوضع، فنحن بالعكس نقاوم هذا الوضع، وهذا شعار صلى الله تعالى أن يحققه فينا. لكي نتحدث عن الفعل في المجتمع، الفعل في المجتمع المدني، الفعل العمل المدني، يجب أن تكون عندنا رؤية واضحة لواقعنا المجتمعي. مسألة أساسية دائما هناك لابد من انطلاق من التشخيص. لا يخفى عليكم هذا الأمر، هذا أن الواقع المجتمعي يتسم باستقالة الأمة من مهامها التي كلف الله عز وجل بها. الأمة استقالت من فاعليتها، من رقابتها على السلطة السياسية، على الدولة، على الحكم، استقالت من كثير من الوظائف التي هي في أصلها موكولة إلى الأمة وليس إلى الدولة، أنظمة مستبدة محتكرة لكل شيء. وهذا سبب رئيس في هذا الانحصار الذي يلمسه إخواننا العاملون خاصة في مجال الشباب، يلمسونه في ميدان الفعل والتأثير في الواقع، يجدون بأن هناك احتكار وهيمنة للسلطة الحاكمة على الفعل في المجتمع. لماذا؟ وهذا منطقي جدا، لأن السلطة المستبدة لا تريد لأي قوة مجتمعية أن تتجدر وسط المجتمع، لأن حين تتجدر فإنها تنتزع من السلطة، تنتزع من الدولة الحاكمة والنظام الحاكم، تنتزع منه أجزاء من السلطة، تقضم منه سلطته، فتتشكل بناء على فعل تلك القوى المجتمعية، تتشكل بناء على فعلها وتأثيرها وقوتها، تبدأ تتشكل سلطة أخرى وهي السلطة المجتمعية. هذه السلطة تحد من استبداد الدولة وتقننها وتلزمها بأن تخضع للمجتمع، فأنظمة الاستبداد لا ترغب في أن تصل إلى هذا الأمر، لأجل ذلك تحتكر كل شيء. وهذا سبب رئيس في عزوف الشباب عن الفعل المجتمعي، وهذا تلمسونه أيها الإخوة الكرام. هذا احتكار للمجال المجتمعي هو ليس احتكار بليد، خاصة مع تطور أساليب التحكم في المغرب نموذجا. الدولة لم تترك مجال الفعل في المجتمع فارغا في كل مجالات الفعل، لا المجال التطوعي ولا الخيري ولا المجال ما سمته الأخت الرعاوي ولا كل المجالات، لم تترك، ولا المجال التأطير الشباب وغيره، بل ابتدعت مؤسسات وأنشأت أجهزة سواء تابعة لمكونات النخبة، الأحزاب السياسية أو المنظمات العامة، أو أجهزة ومنظمة تابعة للدولة، وأغدقت على هذه المؤسسات من المال وفتحت لها مجال الإعلام وجعلتها هي القنوات الوحيدة أو على أي حال القنوات الرئيسة المتحكمة في استقطاب الشباب وتوجيههم للعمل في المجتمع، ولكن من خلال هذا الهامش المحدود ومن خلال سياسات متبعة لكي يبقى الشباب في دائرة التحكم وفي دائرة التوجيه. فإذا هذا سبب أساسي جدا أساسي لهذه الوضعية التي تلمسونها إخواننا وأخوات في العزوف الكبير للشباب على عن انخراط في العمل المجتمعي الميداني. بطبيعة الحال من هذا السبب الرئيس تنحدر أسباب أخرى هي ناتجة عن هذه الوضعية. الشباب الآن نحس هذا الأمر، هذا وإن كانت الدراسات حول المجتمع المغربي قليلة في دراسة وضعية الشباب وانخراطه في العمل الميداني والمجتمعي، ولكن بشكل عام من خلال التشخيص العام نجد أن هناك إحساسا بالاغتراب عند الشباب في المجتمعات، إحساس بنوع من عدم الانتماء لهذا الوطن، وهذا نجده في الثقافة الشعبية من خلال تعبيرات كثيرة، نجده أيضا في الممارسة اليومية في المدارس من قبل التلاميذ حين يدمرون البيئة التي يفترض أنهم يتلقون فيها العلم الذي يؤسسون به مستقبلا لهم، نجدها في عدم الإحساس بالانتماء لكل ما تعرضه الدولة من برامج أو مشاريع، عدم الانتماء لهذه الخطابات التي تخاطب الشباب، هناك قطيعة ما بين الشباب من هذه الخطابات الرسمية. لماذا؟ لأن الشباب يحس بنوع من الاغتراب داخل بلده. المشكل الثاني هو أن هذا الشباب في مجتمعنا، وأتحدث عن المغرب بالضبط،
يمكن أن نقيسها عليه مجتمعات أخرى، ليس له خطاب واحد يستقطبه للعمل في المجتمع أو يوجه العمل في المجتمع. في العمل المدني المجتمعي هناك تعدد في الهويات الإيديولوجيات، هناك تعدد أيضا في توجهات سياسية. وعادة وهذا من خلال تشكل العمل المدني في المغرب، معروف أن الذي أعطى الأولوية لهذا الأمر هذا هو اليسار في السبعينات، حين رأس الراديكالي أساسا، حين واجهوا النظام المخزني بعنف في الواجهة السياسية وتشتت جزء كبير من الفاعلين اليساريين، تم استقطابهم في واجهات العمل الميداني، العمل الجمعوي، العمل الحقوقي، الكشفيات وغيره والشبيبات وغيره. سبب آخر هو أيضا مهم جدا يجب أن ننتبه له، أن جزء كبير من النخبة السياسية القائمة في بلد، هناك ارتباط على الاتحاد، الأخت أشارت إلى الارتباط ما بين العمل الميداني المدني المجتمعي والعمل السياسي بشكل عام. هناك جسور ما بين العملين، هناك جسور، ولكن في بيئتنا المغربية العمل السياسي جزء كبير من مكونات العمل السياسي مهيمنة بشكل من الأشكال على العمل المدني، باعتبار أن الأحزاب السياسية في المغرب لها واجهات للعمل المدني، لها منظماتها الشبيبية، لها جمعياتها الحقوقية، لها شبكة من الجمعيات الثقافية وجمعية التخييم وغيرها وغيرها التي تعمل داخل المجتمع. ويمكن بشكل واضح حزب الاستقلال النموذجا عنده تغطية لهذه الواجهات أو الاتحاد الشركي أو غيره. فما نجد هو أن العمل السياسي يكاد يغلف العمل المدني المجتمعي، وبالتالي يعتبر العمل المدني المجتمعي في المغرب هو وسيلة لتغذية العمل السياسي، وسيلة لتغذية المكونات السياسية، معنى ليس مستقلا، ليس الغرض منه التأثير في المجتمع أو تطوير سيرورة وفاعلية المجتمع أو سير الخروج بالمجتمع من دوائر التخلف والمعاناة التي يعانيها، إنما الهدف منه هو استقطاب شباب كرافد لتغذية المكونات السياسية، وهذه حقيقة يجب أن ننتبه لها. ارتباطا بهذا الأمر هذا، هناك مشكل شيخوخة النخب السياسية، شيخوخة النخب المشرفة على الشباب. من المضحكات أن بعض الأحزاب المشرفون على الشبيبات فيها تجاوزوا 50 في العمر، وهذا لا يزرع الثقة في الشباب، ولا يطور كفاءات الشباب، ولا يجعل الشباب يعتقد بأن هناك مسارا مفتوحا أمامه يجب أن ينخرط فيه، وهذا مشكل، مشكل كبير. ما هو أفقنا في عملنا داخل المجتمع، داخل مؤسسات العمل المدني؟ أفقنا استراتيجي أحباب الكرام أن نحرر إرادة الأمة، هذه مسألة أساسية جدا، أساسية وأولوية. إذا لم تتحرر إرادة الأمة من الاستبداد الذي يقصيها، الذي يعطل فاعليتها، الذي يهمش إرادتها، الذي يسد أمامها الآفاق، إذا لم نستعد إرادة الأمة فإن كل ما نتحدث عنه إنما هو عمل مؤجل أو سيكون فتلا فيما هو قائم من واقع. ولكن بطبيعة الحال في طريقنا نحو هذا الهدف، وإن شاء الله عز وجل في هذه الحيوية وهذه السرور التي أدينا بها الله عز وجل، هذا الحمد لله تعالى الأمة الآن بشكل عام انتبهت لهذا الأمر. شوف سبحان الله العظيم، حين تحدث صديق الإسلام رحمة الله عليه عن جنايات الاستبداد وعن أنه الخطر الداهم، أو عن كونه أصل الداء في الأمة، أنا ذاك هذا الخطاب كان الخطاب يعني منفرد متفرد في العالم الإسلامي وفي الفكر الإسلامي. الآن بعد الحراك وبعد النكسات التي حدثت، الأمة كلها توجهت نحو هذه الوجهة، الأمة كلها الآن أدركت بأنه دون إزاحة الاستبداد لا يمكن أن تؤسس مستقبل لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة أساسية، ولكن قلت في هذا الاتجاه يجب أن ننتبه إلى أن عملنا يجب أن يتجدر في المجتمع، ولكي يتجدر في المجتمع يجب أن نبدأ من أول عنصر وهو بناء الوعي. بناء الوعي، الهدف من إيصال التعليم إلى المستوى الذي وصل إليه من الانحدار ومن عدم الجدوى ومن التفاهة هو تحطيم وعي الأمة، تحطيم قدرة الأمة على الفهم، تحطيم قدرة الأمة على الاستيعاب،
تحطيم قدرة الأمة على تحرير العقل. فيجب أن يكون عملنا العمل عملنا داخل المجتمع يجب أن يسهم في تحرير وعي الأمة، في رفع منسوب الوعي لدى الشباب. نتحدث أساسا عن الشباب، يجب أن تكون برامجنا وأعمالنا متجهة نحو تحرير الوعي، لأن تحرير الوعي به يتحرر العقل. ثم المسألة الثانية وهي أساسية أيضا، يجب زرع الثقة في الشباب. يجب أن يكون أن تكون صبغة خطابنا وأن تكون المفاهيم التي ننتقيها في مخاطبتنا للشباب والألفاظ والبناءات الخطابية يجب أن تتجه نحو زرع الثقة، أن هذه الأمة هي أمة بناء، أمة نهوض، أن ما تعيشه الأمة هو كبوة سببها ما تعرفون وهو الاستبداد، لأن من مصلحة الاستبداد أن يعطل فاعلية الأمة. فيجب أن نفتل في هذا الأمر، هذا زرع الثقة في الشباب. ولا يمكن أن يزرع الثقة في الآخر إلا من تأسست عنده الثقة. الثقة ليست كلامي الأحباب الكرام، الثقة هي شيء يعايشه معك الآخر، شيء يتنسمه فيك الآخر. فإذا يجب أن تكون هذه الثقة في أننا أمة المستقبل لها بإذن الله عز وجل، أننا أمة منصورة، أننا دعوة قاصدة، أن غايات هذه الدعوة ناجزة إن شاء الله عز وجل. هذا أمر يجب أن يتأسس فينا يقينا لكي يتشربه منا الآخر حتى قبل أن نتكلم، ثم لكي يكون لباسا لخطابنا وجوهرا له زرع الثقة واليقين. ثالثا، لا بد أن نفتح آفاق، لا بد أن تكون مشاريعنا مشاريع آفاقية، برامجنا برامج آفاقية. وليس المقصود بفتح الآفاق هو الحلم أو السبح في الأحلام، المقصود هو أن تكون برامجنا تفتح للشباب إمكانيات التطور، إمكانيات التأهيل، إمكانية أن يجد ذاته، أن يؤسس مستقبله، أن يبني شخصيته في مشروعنا. فإذا لابد من أن يكون أن تكون برمجتنا ليست برمجة على منوال ما هو موجود في الواقع، نستفيد مما هو موجود، ننفتح على تجارب العالم ككل. وهذه مسألة أساسية، لا يجب أن يكون عقلنا وتفكيرنا قاصرا على ما عندنا. الإحساس بالإشباع الذاتي هذا خطر، يجب أن نحس أننا بحاجة مستمرة إلى التطور، ويجب أن يكون هاجس فتح الآفاق أمام الشباب هاجس مصاحب لنا باستمرار. مجالات العمل في وسط الأمة وسط المجتمع واسعة جدا، فإذا تخيلنا أننا وحدنا الذين يمكن أن نؤثر ونفعل سنقع أمام مشكل حجم التحديات المطروحة وحجم إمكاناتنا في هذه المرحلة وفي مستقبل ما يأذن به الله عز وجل. لا بد أن يصاحبنا منطق المشاركة، منطق الانفتاح على الآخر، الإنصات للآخر، استفادة من تجارب الآخر، تأسيس تحالفات مع الآخر، تأسيس جسور مع الآخر. أي مخالف كيفما كان يجب أن تكون عندنا، أن تكون بيننا وبينه جسور. إذا لم تكن هناك مشاريع مشتركة وتحالفات ممكنة، يجب على الأقل أن تكون بيننا وبينه جسور. فإذا يجب أن يستقر في وعينا العميق أننا وحدنا لسنا وحدنا المسؤولون عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تحملوا ثقل المسؤولية لما حب الله عز وجل جماعتنا من جديد ومن آفاق، ولكن معنا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكافة أطيافها. فإذا هذا منطق المشاركة أساسي جدا، لأجل ذلك يجب أن نستفيد من منظمات العمل المدني الموجودة، من تجارب الليبرالية والاشتراكية، من تجارب الإسلامية. يجب أن نجد إمكانيات للانخراط، إمكانيات للتأثير، إمكانيات للعمل المشترك، لأن هذا أمر أساسي وضروري. استسمح الإطالة، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.